هي لو كانت حالة واحدة أو 200 حالة، فالشخص المعنف الذي يقع عليه التحرش هو إنسان بالنهاية، إذا كان عدده 1 أو 200. لذلك أنا أعتقد أن فقط التركيز على الإحصاءات لا يعطينا فكرة عن لماذا هذه الظاهرة أصبحت ظاهرة ملازمة للحالات أو للترفيه الذي يحصل الآن في السعودية. يعني المجتمع السعودي كان منذ قرن كامل هو حقل تجارب للنظام، إذا أراد أن يؤسلم المجتمع فرض عليه شروط قاسية من مظاهر الدين، حتى اختفت الفرحة من بيوت الناس وانحسر الترفيه إلى مناطق معينة أو ساحات معينة. والآن النظام يقلب سياسته ويريد من هذا المجتمع أن يخرج إلى الشوارع. نعم. دكتورة مضاوي، أنت تتحدثين الآن عن التغير الاجتماعي، وهو حالة التحول من حالة لحالة بشكل إيجابي أو سلبي. كيف تجدين هذا التحول في السعودية الآن؟ المشكلة أن كل هذه التحولات الاجتماعية تأتي من فوق، لا يوجد فعاليات من المجتمع نفسه تشارك في صياغة القرار وهندسة المجتمع. لذلك نجد أن هناك ردود فعل عنيفة على السياسة الأولى التي كان إفرازاتها أو أحد إفرازاتها هو التطرف الديني وحتى الإرهاب. أما الآن فنجد أن هذه السياسة الفوقية التي تفرض على المجتمع من دون أي مشاركة فعلية أو حتى سياسية لتهيئة المجتمع ولمعرفة ماذا يريده المجتمع، هذا الشيء ليس موجود. وكما أن الفترة السابقة أفرزت مظاهر اجتماعية ودينية كانت سيئة جدا، سنجد أن هذه المرحلة الجديدة بدأت تفرز نفس المظاهر ولكن باتجاه آخر.